السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث معكم الآن عن كيف تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا، يعني كيف، ما هي السبل أنك أنت تقي نفسك من فيروس كورونا. احنا في سابقا تحدثنا وأعطينا فكرة عن الفيروس، تركيب الفيروس، وقلت لك من منطلق عدوك اعرف تركيبة الفيروس عشان تقدر تتعامل معه، ونوهنا وقلنا أن في الغشاء المحيط بالفيروس الممبرين في كمية كبيرة من الليبيدز أو الدهون، ودي سهل التعامل معها جدا من لطف الله سبحانه وتعالى بالصابون، صابون كافي جدا للتخلص من الفيروس. إنما أنت كيف تقي نفسك؟ خلينا نتكلم على محورين أساسيين: خارج المنزل كيف تحمي نفسك، وداخل المنزل كيف تحمي نفسك. لو تحدثنا على المحور الأول وهو خارج المنزل، حضرتك خارج من بيتك رايح على شغلك، إيه اللي هتعمله؟ حضر حضرتك شنطة صغيرة ضع فيها زجاجة مش سبراير زي هذا، في مادة مطهرة زي الكحول 70%، أنا بعمل كده وحاططها في جيبي وماشي بيها على طول، تمام؟ بتاخد معاك كمية من المناديل الورقية تخليها في جيبك كذلك لأنك هتحتاجها جدا. أيضا تاخد معاك كمية من الكمامات، كمامتين ثلاثة تخليهم معاك احتياطي، تاخدهم في شنطتك وتتفضل بالسلامة تتوكل على الله. أول ما تخرج من باب البيت هيقابلك الأسانسير. أنا يا جماعة بحذر من الأسانسير تحذير شديد جدا. الأسانسير عبارة عن يعني كابينة مغلقة، الحيز فيها ضيق جدا، الحجم بتاعها يعني قليل. لو دخل، تخيل لو واحد دخل مصاب عطس عطسة واحدة داخل الأسانسير، تخيل كمية الفيروسات اللي هتكون موجودة في داخل الأسانسير، المكان لا يتم تهويته ويتعلق في الجو في الأسانسير ممكن يقعد 6 ساعات. حضرتك بتخش بقى بكل أريحية تقوم داخل الأسانسير وتاخد نفس عميق وتشد الفيروس وتحصل الإصابة. أنا بحذر يا إخواني من استخدام الأسانسير، استخدمه في أضيق الحدود. لو إن عندك القوة تستطيع أنك أنت تستغنى عن الأسانسير في هذه الأيام، ما في داعي تستخدمه إطلاقا، ولكن في أضيق الحدود للناس اللي صحتها تعبانة، وياخدوا الحذر، نلبس الكمامة، حاول تغطي وجهك لغاية أما تنزل وتطهر إيديك. كمان وانت داخل على الأسانسير يكون معاك المنديل اللي احنا قلنا عليه. الأزرار بتاعة الأسانسير خطيرة جدا. كم واحد بيجي يضغط على الزر بتاع الأسانسير في اليوم من الخارج ومن الداخل؟ مئات الناس لو في مكان عام، وألاف البشر كمان. تخيل لو فيهم أشخاص مصابين، فيجي طبعا يحط الفيروس على الأزرة دي، على هذه الأزرار، وتيجي حضرتك تمحط صباعك وتاخد الفيروس وتلعب في عينيك وتلعب فزي ما احنا العادات بتاعتنا، وتنقل الفيروس بكل بساطة لنفسك. استخدم المنديل في الضغط على الأزرار. خرجت من الأسانسير أو ما ركبتوش يكون أحسن، ما استخدمتوش يعني يكون أحسن، ونزلت في طريقك، خدت المواصلة بتاعتك، ركبت المواصلة، حاول تكون في مكان يعني ما تقعدش في ازدحام، ما تكونش في مكان مزدحم، خد مكان بعيد يعني تكون يعني متفرد مع نفسك شوية، هذا أفضل. حتى لو قدامك كرسي فاضي يعني ما فيش داعي تقعد عليه لو في زحام، وخليك في أمان أفضل. معاك الكحول باستمرار، قعدت استخدمت الموبايل، مسكت حاجة، طبعا انت طالع بتمسك هنا وبتمسك هنا، طهر ايدك فورا، طهرها واثبت مكانك، وحاول تستخدم الموبايل في أضيق الحدود. انما لو استخدمته وانت نازل طهر ايديك تاني وطهر الموبايل بتاعك عشان تمشي يعني. ولازم طبعا تكون لابس الكمامة. الكمامة مهمة جدا يا اخواني. الكمامة احنا في الاول كنا بنقول الكمامة يستخدمها الشخص المصاب فقط، ولكن الان اصبح يعني في دراسة تمت ان الفيروس زي ما قلنا بيطلع منه مايكرو دروبلتس تتعلق في الجو حوالي 3 ساعات انت ما تشوفهاش، فانت رايح جاي في المكان ده ممكن حد يكون عطس او كح سعل يعني، فانت بتاخد العدوى. فافضل شيء البس الكمام. الكمام هيقيك يعني بعض الشيء ان شاء الله، ولكن احسن من لا شيء. بتنزل حضرتك بعد كده تتوجه الى عملك، وانت ماشي في الطريق حاول تتجنب الناس بقدر الامكان، تكون بعيد عنهم، مسافه لا تقل عن 1.5 متر، لان المشكله يا اخوان ان في اشخاص كتير زي ما قلنا يحملون الفيروس ولا تظهر لهم اي اعراض، ولكن ممكن ينقلوا لك الفيروس. يعني شخص قدامك سليم تمام ما في اي مشكله، ولكنه حامل الفيروس، ودول كتير جدا، اكتر من الارقام اللي انت بتسمع عنها، اضعاف الارقام اللي انت بتسمع عنها. يبقى ماشيين تمام ما فيش اي مشكله، ولكن حامل للفيروس ممكن ينقله لك، فانت خليك على مسافه امنه بينك وبين الاشخاص لا تقل عن 1.5 متر. رحت حضرتك مكان عملك،
ممنوع، السلام بالأيدي، المصافحة ممنوعة، العناق والقبلات عاداتنا الشرقية مفيش داعي منها إطلاقا، فقط بالكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاص يكفي هذا. دايما تستخدم الماء والصابون في مكانك اللي انت قاعد فيه، كل فترة تحاول تغسل ايدك بالماء والصابون زي ما قلنا لمدة 20 سنة عشان ده هذا كافي لقتل الفيروس. حاول لو في جو مشمس وكويس عرض نفسك للشمس. الشمس يعني احنا قلنا ان الفيروس ده يعني ضعيف جدا، ضعيف للغاية. اشعة الشمس لمدة دقيقتين اتنين كافية بإبادته، تبيده تماما. فانت لما تعرض نفسك للشمس انت بتطهر ملابسك، بتطهر جسمك جلدك، فما يكونش فيه فرصة لوجود الفيروسات عليك. خلصت شغلك وروحت على البيت، وانت داخل على بيتك تبدأ قبل ما تخش البيت حذائك تتركه في الخارج، ما تاخدش الحذاء داخل البيت اطلاقا. انت لو خدت الحذاء داخل البيت انت بتنقل الفيروسات لاولادك، فما فيش داعي، لان احنا قلنا الناس اللي بتعطس وبتسعل بيتطاير الفيروس ويسقط على الارض، وحضرتك بتمشي بالحذاء يلتصق بالحذاء وتقوم داخل بيه جوه البيت، نقلت الفيروس للابرياء اللي موجودين داخل البيت. يعني ضع الحذاء خارج البيت هذا افضل. وانت داخل السلام شفوي، السلام عليكم، مفيش مصافحة، لا تقول مال البنت وحشتني ولا الولد وحشني ولا زوجتي وحشاني، تاخدها بالعناق او تبوس فيهم او تصافحهم، ممنوع اطلاقا. اول ما تخش، انا عندي على باب البيت وانا داخل حاطط قنينة زي دي فيها المطهر، بخش اسيب حذائي برا، امسك القنينة اطهر ايدي كويس، اطهر مقابض اللي انا مسكتها في الباب وانا داخل. بعد كده بتاخد حضرتك تتوجه الى الغرفة الخاصة بيك وتخلع ملابسك، انا افضل ايضا لو تم غسيل الملابس، يعني تضعها في مكان ويتم غسلها في التو واللحظة يكون افضل، وكل يوم غير الملابس بتاعتك عشان تكون نظيفة باستمرار، ما تجيبش الفيروسات البيت، او اذا ما كانش في الامكان فتخليها مكان خاص بك ما حدش يجي عندها. بعد كده ممكن بقى تسلم على اهلك براحتك، ما فيش اي مشكلة. المحور الثاني ان انا ازاي اقي نفسي داخل البيت، اعمل ايه؟ انا بقول يعني لو يتم تجهيز محلول من الكلور بنسبة 5% ونبدأ ننظف الارضيات، السجاد ما فيش دعم للسجاد في الاوقات دي. الحمد لله احنا داخلين دلوقتي على فصل الربيع، الشتاء يعني خلاص بينتهي، فنشيل السجاد الموجود في البيت خالص تماما، لان السجاد وسيلة لنقل الفيروسات ايضا. يعني لو في شخص مصاب عطس عطسة فبيظل الفيروس على السجاد فترة طويلة ايام، فممكن شخص تاني يلقط العدوى منه، فنشيل السجاد خالص وننظف الارضيات بالكلور بنسبة 5%. وما فيش داعي يا جماعة، في ناس بتقعد تألف وتعمل حاجات غريبة، يعني يحط الكلور يحط عليه مواد اخرى. انا حد علمي في اسرة في مصر تسممت وافرادها ماتوا جميعا بسبب يعني تفنينات زي كده، حط كلور يحط عليه اشياء تانية، لدي مواد كيميائية بتتفاعل بتطلع غازات ممكن تكون قاتلة. فقط بس الكلور 5% حضرتك جهزه او المدام في البيت، وتنظف الارضيات كويس. اي مكان او اي اسطح في البيت يعني كثيرة اللمس للنساء كتير، نحاول برضو يعني بفوطة مبللة بهذا المحلول نطهرها وننظفها. الحمامات لابد ان نعتني بالتواليت كويس جدا، الحمام لابد من تنظيفه جدا، لان احنا قلنا روت من نقل العدوى هو عن طريق قضاء الحاجة. فالمكان يا جماعة يتنظف جدا جدا كويس جدا بالكلور اللي هو 5%، ويتم تنظيف المكان كويس، وبعد قضاء الحاجة نغسل ايدينا كويس قوي بالصابون لمدة 20-30 ثانية حتى عشان نتخلص من هذا الامر. الشقة او المكان او بيتك استغل اليوم اللي يكون فيه شمس، افتح الشبابيك خلي التهوية تخش، يبقى في تهوية في المكان، خلي الشمس تخش. احنا قلنا الفيروس لو تعرض للشمس دقيقتين بس خلاص هينتهي، فده بينظف لك شقتك كويس جدا. ست البيت ايضا في المطبخ تاخد بالها، تحاول تنظف المطبخ كويس برضو وتعقم بالكلور 5% اللي قلنا عليه. المأكولات يا جماعة اللحوم تطهى جيدا، الخضروات والفاكهة تغسل جيدا، النظافة المستمرة عشان نمنع اي عدوى ممكن تنتقل الينا. وقانا الله واياكم من كل مكروه وسوء.